الثمن اخويا ديال الدجاج اليوم 370. كاين شنو اللي خلى المواطن انه تيجي الثمن هذه؟ ما الثمن ما دخلوش الناس الفلوس، كان الفلوس ديك الساعه ما بغى حتى واحد، ما بغى حتى واحد هو يطلع الطلع هكا. كان ب 800 درهم يعني فاش كان الحجر الصحي دابا اي طلع دركون هي 380 420 البارح اللي داير. ايوا هادشي اللي كاين. شنو هي الاسباب اللي خلاوه؟ الاسباب هو ما دخلوش فلوس. يعني السلع الانتاج السلع ما دخلوهاش. السبب ما دخلش الفلوس. هادشي اللي كاين. اخويا هاد اليومات طلع واحد الطلعه خياليه. السبب هو انه كان هبط حتى 6 دراهم 7 دراهم 8 دراهم. الناس كياكلوا فيه تياكلوا. خرج كان الطلب بزاف. الناس الله يكون في العوان صحاب الكواره كانوا العصا. دابا الشركات واحد النسبه كبيره تإليمينات، يعني انه تقسات. بقات واحد المجموعه قليله اللي هما 8 10 12 هذا العدد. يعني سي نورمال غادي يطلع هذا الثمن هذا. نطلبوا من الله التيسير ان شاء الله بحول الله. المرض ديال واش يعني العرض في الوقيته تاع 6 درهم 7 درهم كان الحمد لله العرض اكثر من الطلب. دابا ولا الطلب اقل من العرض. هذا الشيء هو اللي دار هذه الحاله هذه. ونطلبوا من الله الله يبعد عنا هذا الوباء ويكون ان شاء الله بحول الله شي اثمنه زوينه. والثلاثه انت هو خويا راه تبعوا الثلاثه انت هو راه طلع. الكويس راه كان تيجري 25 درهم دابا تيجري 40 درهم. المجلي هو الاوسوبوكو كان تيجري 20 درهم بعناه هذيك اليامات دابا تيجري 35 درهم. الهبره دابا وصلت 55 درهم كانت تجري 35 درهم. العنق كان تيجري 15 درهم دابا وصل 25 درهم. اي والله يتبعنا وياكم السلامه اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.